بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاةً مصراتًا، أي قد حبس اللبن في الضرع عدة أيام، من اشترى شاةً مصراتًا فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاعٌ من تمر. إذا اشتريت شاةً قد حبس فيها اللبن، وبعدما حلبتها تعلم أن لبنها قليل، فأنت مخير، إن شئت رضيت بذلك، وإن شئت رددتها وترد معها صاعاً من تمر لأجل اللبن الذي استفدته منها. ولا يجوز للمسلم أن يحبس اللبن في الضرع إذا أراد أن يبيع، لأن هذا غش. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شاةً مصراتًا، يعني قد حبس اللبن في الضرع فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعاً من تمر. حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد، حدثنا أبو عامر يعني العقدي، حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاةً مصراتًا فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعاً من طعامٍ لا سمراء. قال النووي رحمه الله: والسمراء بالسين المهملة هي الحنطة. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاةً مصراتًا فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، وصاعًا من تمر لا سمراء، أي لا يلزم أن يكون من البر بل تمر. وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا عبد الوهاب عن أيوب بهذا الإسناد، غير أنه قال: من اشترى من الغنم فهو بالخيار. ولا يجوز لمن يريد أن يبيع الشاة أن يحبس فيها اللبن لأنه غش. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما أحدكم اشترى لقحة، أي ناقة مصرات، أو شاة مصرات، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر. حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا حماد بن زيد
حاء. وحدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاماً، أي من اشترى طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأحسب كل شيء مثله، إذا اشتريت طعاماً فلا تبعه حتى تكيله وتنقله. قال النووي رحمه الله: وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، يعني البر أو الشعير، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه، تنقل البر الذي اشتريته إلى مكانك، لا تبعه في نفس المكان الذي اشتريته فيه، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. فإذا اشتريت طعاماً أو غيره فلا تبعه في نفس المكان حتى تنقله إلى مكانك. حدثنا ابن أبي عمر وأحمد بن عبده قال حدثنا سفيان حاء. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري، كلاهما عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد نحوه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاماً، أي من اشترى طعاماً، أي شعيراً أو براً، فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، لا تبيعه حتى تقبضه وتنقله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يكتاله. فقلت لابن عباس رضي الله عنهما: لما؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون الذهب، يتبايعون بالذهب، والطعام مرجع، أي مؤخر. ولم يقل أبو كريب مرجع، يعني إذا لم تنقله فيشيه شبهة بأنك تبيع الدراهم بالدراهم، ولكن إذا اشتريت الطعام وانقله إلى مكان آخر ثم بيعه دفعاً لهذه الشبهة. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك حاء. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله
من المكان الذي افتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسر عن عبيد الله حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان الذين يأتون بأموالهم للبيع جزافاً، يعني بغير كيل، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا عبد الله بن وهب، حدثني عمر بن محمد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه ويقبضه. حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر، قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر، وقال علي: حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يقبضه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاماً جزافاً، يعني بغير كيل، أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه. وحدثني حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافاً، أي بغير كيل، يضربون في أن يبيعوه في مكانهم، وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم، أي ينقلوه إلى مكانهم. قال ابن شهاب: وحدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر أن أباه رضي الله عنه كان يشتري الطعام جزافاً، يعني بغير كيل، فيحمله إلى أهله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب، قالوا: حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاماً فلا يبيعه حتى يكتاله. وفي رواية أبي بكر: من ابتاع. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي، حدثنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا؟ فقال مروان: ما فعلت. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أحللت بيع الصكاك؟ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. قال سليمان: فنظرت إلى حرس، أي جند، يأخذونها من أيدي الناس. قال النووي رحمه الله: الصكاك جمع صك، وهو الورقة المكتوبة
بدين ويجمع أيضا على صكوك، والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره، فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه. فنهى عن بيعها حتى يستوفي، أي حتى ينقلها ويعلم مقدارها. لا يجوز بيع ما هو مكتوب في الورقة بدون كيل، لا بد أن ينقله ويكيله. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح، حدثنا ابن جريج، حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، حدثني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. الصبرة كوم ما يدرى كم كيله. نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها، أي لا يعلم كم كيل، بالكيل المسمى من التمر. الشيء الذي اشتريته بغير كيل لا تبيعه بالكيل المسمى من التمر لعدم التماثل، قد يكون زائد أو ناقص، فبيع التمر يكون كيل بكيل لا زائد ولا ناقص. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه لم يذكر من التمر في آخر الحديث. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. البيعان أي البائع والمشتري، كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا. البائع والمشتري ما زالا في نفس المجلس كل واحد له الخيار، يجوز للبائع أن يقول: رد سلعتي، ويجوز للمشتري يقول: خذ سلعتك، كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا وجب البيع، إلا بيع الخيار، إلا إذا كان البيع بيع خيار، يعني أن المشتري شرط عليه الخيار لمدة فهما على شرطهما. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى وهو القطان حا، أراد النووي، أراد مسلم أن يروي عن شيخ آخر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر حا، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حا، وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل حا، وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد جميعا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حا، وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال:
حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حاء وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك عن نافع. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. البايع والمشتري ما زالا في المجلس كل واحد له خيار، يجوز للبايع أن يقول رد سلعتي، ويجوز للمشتري يقول خذ سلعتك أعطني حقي، كل واحد منهما بالخيار ما زالا في مجلس البيع، فإذا تفرقا وجب البيع. أو إذا قال البايع للمشتري اختار تخير، قال اخترت وجب البيع وإن لم يتفرقا، إذا خيره واختار. حدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج قال أملى علي نافع سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. زاد ابن أبي عمر في روايته قال نافع: فكان إذا بايع رجلاً فأراد أن يقيله قام فمشى هنيهة أي قليلاً ثم رجع إليه، يعني حتى يتفرقا ويجب البيع. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار، إلا إذا قال له اختار فقال اخترت وجب البيع وإن لم يتفرق، وأما إذا لم يخير فكل منهما بالخيار حتى يتفرقا. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حاء وحدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. إذا كان البايع يعلم أن في سلعته عيب لا بد أن يبين، فإذا لم يبين لا يبارك له. حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا همام عن أبي التياح قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله: ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وحاشى 120 سنة. هذا الصحابي حكيم بن حزام ولدته أمه في داخل الكعبة، لعلها جاءت لحاجة وولدت.
وعاش رضي الله عنه 120 سنة. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، أي يخدعونه التجار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت؟ فقل: لا خلاب. فكان إذا بايع يقول: لا خيابة. رجل كان التجار يخدعونه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل: لا خلاب، يعني قل لا خلاب أي لا خداع، أشرط عليهم. قال النووي رحمه الله: ومعنى لا خلاب لا خديعة، أي لا تحل لك خديعتي أو لا يلزمني خديعتك. وهذا الرجل هو حبان ابن منقذ ابن منقد ابن عمرو الأنصاري، حبان ابن منقد ابن عمرو الأنصاري رضي الله عنه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان حاء، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد مثله، وليس في حديثهما، فكان إذا بايع يقول: لا خيابة، لأن في لسانه لثغة يقول: لا خيابة. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. إذا كان عندك ثمرة فلا يجوز أن تبيعها حتى تكون الثمرة صالحة للأكل، أما تبيعها وهي غير صالحة لا يجوز. نهى البائع والمبتاع، نهى البائع أن يبيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، ونهى المشتري أن يشتري ثمرة قبل أن يبدو صلاحها. حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، يعني حتى يحمر ويصفر الرطب، لا يجوز أن يبيع حتى يزهو يعني يحمر أو يصفر، وعن السنبل حتى يبيض سنبل الحب، لا يجوز بيع سنبل الحب حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري. قال النووي رحمه الله: هي الآفة تصيب الزرع أو الثمر ونحوه فتفسد، يعني حتى يذهب خوف العاهة التي تفسد الثمرة. حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. قال: يبدو صلاحه حمرته وصفرته، يعني يحمر الرطب أو يصفر. وحدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر قال: حدثنا عبد الوهاب عن يحيى بهذا الإسناد حتى يبدو صلاحه، لم يذكر ما بعده. حدثنا ابن رافع
حدثنا ابن أبي هذيك، أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الوهاب. حدثنا سويد ابن سعيد، حدثنا حفص بن ميسرة، حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وعبيد الله. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن الدينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، يعني يحمر أو يصفر. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان حا، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن الدينار بهذا الإسناد، وزاد في حديث شعبة فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته، أي يذهب ما يخاف عليه من الفساد. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه حا، وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، يعني يصلح للأكل. حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أبو عاصم حاء، وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له، حدثنا روح قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن بيع النخل، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن. قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: يحزر، يعني يعرف قدره. قال النووي رحمه الله: وقوله حتى يحزر هو بتقديم الزاي على الراء، أي يخرص، يعني الذين يعرفون مقدار الثمر يقدرونه كذا كذا صاع. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري حا، وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب واللفظ لهما قال: حدثنا سفيان، حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر، يعني لا يجوز بيع الرطب بالتمر لأنه ليس فيه التماثل. قال ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. زاد ابن نمير في روايته أن تباع. وحدثني أبو الطاهر وحرملة واللفظ لحرملة قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن
أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاع الثمر بالتمر، لأن الثمر الذي في النخلة إذا يبس يصير قليل، والتمر اليابس كثير، فلا تبيع الثمر بالتمر، بل لا بد من التماثل. قال ابن شهاب: وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا حجين ابن المثنى، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر، المزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر، فلا يجوز بيع الثمر الذي في النخلة بالتمر لعدم التماثل. والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح، أن تبيع الزرع بالقمح اليابس، فإن ذلك فيه عدم التماثل. واستكراء الأرض بالقمح، يعني أن تؤجر الأرض بالقمح. قال: وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاع الثمر بالتمر. وقال سالم: أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص غير ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أخبرني نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني نافع بهذا الإسناد مثله. وحدثنا هو يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، غير أنه قال: والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا. يعني إذا أعطى إنسان ثمر نخلة لفقير، أعطى ثمر نخلة لفقير، ثم أن ذلك الفقير صار يدخل ويخرج ويأخذ من الثمر، فيجوز لدفع الضرر لصاحب النخلة أن يبيع الرطب الذي على النخلة أن يبيعه بالتمر اليابس بالخرص، يخرصه خالص أن هذا الرطب كذا كذا صاع فيعطيه تمر، هذا لأجل دفع الضرر، يعطيه تمرا وبخرصها تمرا ليدفع الضرر عنه. العرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا، يعني يخرص الخارس الذي يعرف مقدار الثمر يقدر أن هذه النخلة كذا صاع فيعطيه بقدرها تمرا وينتهي ذلك الإنسان. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر حدثنا الليث
عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرًا. قال يحيى: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبًا بخرصها تمرًا، يعني إذا اشترى الرطب الذي على النخلة بتمر يابس لأجل الحاجة، رخص النبي صلى الله عليه وسلم بيع الرطب بالتمر لأجل الحاجة، وإلا فلا يجوز بيع الرطب بالتمر لعدم التماثل، وهذا لأجل الضرورة. يخرص الخارص ينظر إلى النخلة كم صاع فيها، فبحسب تقدير الخارص يعطيه تمر لأجل دفع الضرر. وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً، وإلا فبيع الرطب بالتمر ممنوع، لكن هنا لأجل الضرر لأجل الحاجة جاز، ولكن يكون أقل من 5 أوسق. وحدثناه ابن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الإسناد، وقال: أن تؤخذ بخرصها. وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد حاء، وحدثنه علي بن حجر، حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها، يعني لأجل الحاجة، ويكون أقل من 5 أوسق. وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن بشير ابن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم من أهل دارهم، منهم سهل بن أبي حزمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: ذلك الربا لعدم التماثل، تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حاء، وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أنهم قالوا: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها تمرًا. وحدثنا محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعًا عن الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى، غير أن إسحاق وابن المثنى جعل مكان الربا الزبن، وقال ابن أبي عمر الربا، يعني بيع الرطب بالتمر لا يجوز لعدم التماثل، إلا في هذه الحالة لأجل الضرورة، إذا احتاج إنسان أن يأكل رطب وعنده تمر فيجوز أن يخرص الخارص الرطب كم صاع ويعطيه تمر لأجل الضرورة، ويكون أقل من 5 أوسق. وحدثناه عمرو الناقد وابن نمير قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حزمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
وحسن الحلواني قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حزمة رضي الله عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر، بيع الرطب بالتمر هذا ممنوع لعدم التماثل، إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم لأجل الحاجة وأن يكون أقل من 5 أوسق. حدثنا عبد الله ويكون الخارص قد خرص وقدر الثمر الذي على النخل. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق، يعني أقل من 5 أوسق أو في 5، يشك داود قال 5 أو دون 5، قال نعم، يعني يكون الرطب أقل من 5 أوسق الذي يعطيه التمر بخرصها، يكون أقل من 5 أوسق. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم العنب بالزبيب كيلا، فلا يجوز بيع الرطب بالتمر ولا بيع العنب بالتمر بالزبيب إلا بيع العرايا رخص فيه لأجل الضرورة وأن يخرصها الخارص وأن يكون أقل من 5 أوسق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا، أي لا يجوز هذا لأجل عدم التماثل إلا بيع العرايا في الرطب. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. حدثني يحيى ابن معين وهارون بن عبد الله وحسين بن عيسى قالوا حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا وعن كل ثمر بخرصه، لا يجوز بيع الرطب بالتمر إلا بيع العرايا لأجل الحاجة وأن يكون أقل من 5 أوسق وأن يكون بالخرص أي يقدره الخارص. حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقض فعلي، وبيع الرطب بالتمر ممنوع إلا بيع العرايا بخرصها عند الحاجة وأن يكون دون 5 أوسق. وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حدثنا أيوب بهذا الإسناد نحوه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثني محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا
وإن كان كرماً أي عنباً أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. وفي رواية قتيبة: أو كان زرعاً. وحدثني هي أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، حدثني يونس حاء، وحدثناه ابن رافع، حدثنا ابن أبي هديك، أخبرني الضحاك حاء، وحدثنيه سويد ابن سعيد، حدثنا حفص بن ميسرة، حدثني موسى بن عقبة، كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثهم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلاً قد أُبِّرَت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المفتاع. من باع نخلاً قد أُبِّرَت، التأبير يؤخذ شيء من ذكر النخل ويوضع في أنثى النخل حتى يطيب الثمر بإذن الله. فإذا باع نخلاً قد أُبِّرَت أي صنع فيها هذا التأبير، فثمرتها في ذلك العام للبائع إلا إذا اشترط المشتري. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد حاء، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي جميعاً عن عبيد الله حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها، يعني ثمر في ذلك العام للبائع لأنه هو الذي أبرها إلا إذا اشترط المشتري أن الثمر له فبحسب الشرط. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حاء، وحدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فالذي أبر فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري. قال النووي رحمه الله: التأبير وهو أن يشق طلع النخلة ليدر فيها شيء من طلع ذكر النخل، هذا يسمى تأبير، وبذلك يصلح الثمر بإذن الله تعالى. وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد حاء، وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال: أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، يعني في ذلك العام، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. إذا بعت عبداً والعبد هذا له مال فمال العبد لسيده الذي باعه إلا أن يشترط المشتري. وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب
أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قالوا جميعًا: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير أنهما سمعا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثله. قال النووي رحمه الله: والمخابرة مشتقة من الخبر، وهو الأكّار أي الفلاح، هذا قول الجمهور. وقيل مشتقة من الخبار وهي الأرض اللينة، وقيل من الخبرة وهي النصيب وهي بضم الخاء خبرة. وقال الجوهري، قال أبو عبيد رحمه الله: هي النصيب، الخبرة النصيب من سمك أو لحم.